من كربلاء المقدسة ومن حرم المولى أبي الفضل العباس عليه السلام انطلق شرارة الإصلاح في الواقع التعليمي، فمتوليها الشرعي أكد ضرورة الدخول في الملف التربوي والنهوض بواقعه نحو الأفضل، فوضع حجر الأساس لمؤسسة تربوية وتعليمية شاملة من مرحلة رياض الأطفال إلى المرحلة الإعدادية، بالإضافة إلى معهد الكفيل للنطق والتأهيل المدرسي. معهد الكفيل للنطق والتأهيل المدرسي، المعهد يستقبل الأطفال اللي عندهم مشاكل بالنطق والكلام، طبعاً انطلاقاً من رؤية المعهد اللي هو يكون تأهيل الأطفال نفسياً واجتماعياً ومعرفياً. هذه طبعاً الرؤية تجعلنا أنه أمام تحدي مع الأطفال، لأن بعض الأطفال من دخلول للمعهد أثناء يعني فترة تسجيلهم لازم يخضع الخطة التشخيصية. هذه الخطة التشخيصية تتضمن شنو المشاكل اللي يعاني من عندها الطفل، لأن إحنا نعرف أغلب الأطفال هم عندهم يعني مشاكل إضافية، فإحنا نأكد دائماً نقول أنه معهد الكفيل هو فقط يستقبل الأطفال اللي هم عندهم مشاكل بالنطق لا غير. أما اللي عندهم اضطرابات توحد، أما اللي عندهم إعاقات، أما اللي عندهم مشاكل أخرى، فهنالك معاهد مختصة. يقدم المعهد جلسات فردية للنطق لكل طفل لمدة نصف ساعة في اليوم من قبل معلمته المختصة في التأهيل النطقي، بالإضافة إلى تقديم منهج نحو القمر المتبع في رياض أطفال مجموعة العميد التعليمية، والذي يشمل مهارات أكاديمية مثل القراءة والكتابة والحساب، بالإضافة إلى الخبرات الأخرى. أغلب أولياء الأمور يتسائلون أنه الطفل بعد ما يكمل الخطة العلاجية مالته والتأهيلية وين راح يكون؟ يعني أنتوا ذاكرين تأهيل، فبالتالي لازم إحنا نأهل الطفل. هذا تأهيل الطفل وين راح يكون؟ إذا كان الطفل عمره يعني عمر مدرسة، يعني بعد انتهاء الخطة العلاجية بعد 6 سنوات راح يلتحق بمدارس مجموعة العميد التعليمية. أما إذا كان عمره لا، عمر الطفل 5 سنوات وانتهت فترة العلاج أو الخطة العلاجية هاي اللي إحنا واضعين هي، راح يتحول إلى روضة يعني روضة من رياض مجموعة العميد التعليمية. مو كل الأطفال ذولي يعني هاي الأعمار الفئات العمرية راح يكونون مدموجين يعني بقاعة واحدة أو صف واحد، لا، راح يكون من عمر 3 سنوات إلى 4 سنوات هو صف خاص بهم، إضافة إلى من 4 سنوات إلى 5 سنوات أيضا صف، ومن 6 من 5 إلى 6 صف خاص بهم. أولياء الأمور كان لهم رأي في الخدمات التي يقدمها المعهد وكيف ساهمت البرامج العلاجية والتربوية في تطوير مهارات أطفالهم التي كانوا يفتقرون إليها سابقا. درة كانت تعاني من مشاكل النطق، مشاكل كان عندها بالتواصل البصري، تعاني من الرهاب الاجتماعي، ما تروح يم أي أحد، حتى أقاربنا من يجونا وإحنا نروح لهم تخاف. فقالوا لي إنه لازم تختلط، فرحت سجلتها بروضة العميد، شافوا حالتها قالوا ودوها المعهد الكفيل. طبعا أنا وأمها تخوفنا بالبداية من المعهد، بس من شفنا التغير اللي صار عليها يعني خلال فترة قصيرة يعني ما شاء الله بدت إنه تروح بالخط وحدها، هذا فد إنجاز يعني تروح وترجع بالخط، بدت تقول الأرقام بعد تعدد من 1 للـ10، بدت تتواصل ويانا بصريا، يعني من واحد يحكي وياها تنتبه عليها. وكذلك قالت والدة الطفل أوس. فكان أوس يعاني من فرط حركة وعد صعوبة بالنطق والحروف، فكنت متخوفة من الاختبار، إلا أن دخلت الاختبار نعم يعني اكتشفوا أن أوس عنده مخارج حروف ما يلفظها على الصح، عنده يعني خجول الكلمة كان يعني يستقطع من عندها، كان عنده فرط حركة جدا، ما يكون صداقات، ما يحب يلعب ويا أحد، ما يلعب وحده، ما ينطي أشياء لأحد، إلى أن دخل معهد الكفيل والحمد لله والشكر الآن يكون جمل، يسولف قصص، كون صداقات ويا أطفال، صار عندي يسولف لي ماما إجا محمد مثلا، إجا محمد هيك لعب وياي، ماما أنا سويت هيك، ماما اليوم أخذنا هيك دروس، ماما أخذنا قصة، سولف لي قصة، أسلوبه هواي يعني تغير، إنه كان عناد عنده، عصبية عنده، ما يسمع الكلام، هواي تغير. معهد الكفيل للنطق والتأهيل المدرسي هو نموذج للتميز في مجال الرعاية الخاصة بفضل الجهود المخلصة للفريق، فينعم الأطفال بجو تعليمي داعم ومحفز لتطوير قدراتهم وتحقيق أقصى إمكاناتهم وتأهيلهم لحياة مستقلة وناجحة.